السلام عليكم. طبعا انا مدرس وائل بزاره. اليوم ان شاء الله حنتابع بما بداناه في دراسه علم الوراثي. سنبدا اليوم في الدرس الثاني تحت عنوان التعديلات في نسب ماندل، الهجونه الاحاديه والهجونه الثنائيه. طبعا نحكي شوي، نحن بالمركز اللي عم نعطي فيه هو مدرسه النشأ الجديد. الموضوع طبعا عام لكل الطلاب وخاصة طلاب المدرسة. بنبدأ بسم الله. عنواننا طبعا هنا التعديلات في نسبة الهجونة الأحادية 3-1 التي حصل عليها ماندل من خلال التجارب التي قام بها. ماندل أكد أن دائما العلاقة بين الصفات المتقابلة هي علاقة رجحان تام، وعمم ماندل ذلك على كل الصفات. ولكن عندما درس العلماء بعد ماندل صفات أخرى عند كائنات أخرى غير البازلاء، تبين أن ما قاله ماندل ليس دائما صحيحا، بل هناك علاقات أخرى غير الرجحان التام. سنتعرف اليوم على علاقتين. نبدأ معكم بالعلاقة الأولى وهي الرجحان غير التام، أو ما تسمى بالرجحان الناقص. هذه الحالة من الوراثة لا يرجح أي من أليلي الصفة المدروسة على الآخر، إذن لا رجحان، وإنما يتفاعلان. ما يحدث هو التفاعل بين الأليلين، وذلك لإنتاج نمط ظاهري جديد يختلف عن نمط الأبوين عند الفرد متخالف اللواقح المتمثل دائما بأفراد الجيل الأول. ربما التعريف بيعطينا صورة مبدئية، ولكن دائما المثال بيكون هو الأدق والأوضح في هذا المضمار. مثالنا هو لون الوبر عند الخيول. خيول البالمينو هي خيول إسبانية من أصول عربية، درس فيها لون الوبر وتبين بالدراسة ما يلي. عزلت سلالتين من خيول البالمينو، سلالة ذات وبر أحمر كستنائي وسلالة بيضاء الوبر كريمي. السلالتين صافيتين، نرمز للوبر الكستنائي بي كبيرة والكريمي اي كبيرة. هجنت السلالتين فكان الجيل الأول جميعه وبر أسمر أو ذهبي. أي بمعنى آخر نجد أن أفراد الجيل الأول جاءت تحمل نمطا ظاهريا اختلف عن نمط الأبوين. ما نمط الرجحان هنا أو ما نمط الهجوني؟ نقول نمط الهجوني رجحان غير تام أو رجحان ناقص. التفسير لماذا؟ لأن أفراد الجيل الأول تحمل نمط ظاهري يختلف عن الأبوين. التفسير الوراثي أو التحليل الوراثي، طبعا الطريقة المعتمدة هي طريقة الجدول الوراثي اللي اعتدنا عليه في التحليل. نبدأ بتحليل التجربة. النمط ظاهر الأبوين خيول حمراء مع خيول بيضاء الوبر. النمط الوراثي الأبوين السلالات صافية حمراء بي كبيرة بي كبيرة، بيضاء اي كبيرة اي كبيرة. أذكر مرة أخرى أن لكل صفة أليلين، والسلالات صافية الأليلين متماثلين. احتمالات أعراس الأبوين
الأول حمراء واحد على واحد بي كبيرة ضرب واحد على واحد اي كبيرة. النمط الوراثي للأبناء، طبعا الأبناء هنا بيمثلوا الجيل الأول اف واحد. نضرب الاحتمالات، واحد على واحد اي كبيرة بي كبيرة. النمط الظاهري أيضا لأبناء الجيل الأول، واحد على واحد تكتب 100% A كبيرة B كبيرة ذهبية أو كما قلنا سمراء. ما نلاحظ هنا أن الآباء بدأت سلالات صافية، أفراد الجيل الأول سلالة هجينة، لم يرجح A كبيرة على B كبيرة ولم يرجح B كبيرة على A كبيرة، بل تفاعلا فأنتجا نمط وسط في الصفات اللون الذهبي أو الأسمر للوبر. ننتقل لاستخراج الجيل الثاني. الجيل الثاني يستخرج بتزاوج أفراد الجيل الأول، خيول سمراء سمراء. النمط الوراثي A كبيرة B كبيرة A كبيرة B كبيرة. احتمالات الأعراس متخالفين، جمع نصين، نص A كبيرة زائد نص B كبيرة ضرب نص A كبيرة زائد نص B كبيرة. النمط الوراثي للأبناء، النمط الوراثي للأبناء طبعا هنا الأبناء هم أبناء الجيل الثاني، جداء القوسين نشر ربع A كبيرة A كبيرة زائد ربع A كبيرة B كبيرة زائد ربع A كبيرة B كبيرة زائد ربع B كبيرة B كبيرة. النمط الظاهري لأبناء الجيل الثاني رح ننزل أنا مع النسب، ربع حمراء ربع سمراء ربع سمراء وربع بيضاء. منلاحظ هنا أن ربع الجيل بيضاء والربع الآخر حمراء ونصف الجيل سمراء، أي لم تبقى النسبة كما حصل عليها ماندل. أربع احتمالات، واحد من أربع بيضاء، اثنين من أربع سمراء، وواحد من أربع حمراء. تكتب النسبة واحد اثنين واحد. عدلت النسبة هنا عن النسبة المندلية 3-1 بسبب الرجحان غير التام. طبعا أمثلة الرجحان غير التام أمثلة عديدة يوجد في الكتاب، إذا عدنا للكتاب توجد مسألة رديفة عن نبات فم السمكة، طبعا نحن رح نحلها في درس قادم إن شاء الله بالتدريبات. رح ننتقل مباشرة من حالة التعديل الأولى إلى الحالة الثانية وهي الرجحان المشترك أو يسمى الرجحان المتساوي. حالة الرجحان المشترك قالوا هي حالة توازن في عمل أليلين لصفة واحدة، توازن ليس تفاعل، أليلين يعملان لصفة واحدة يتوازنان بالعمل بالقوة بإنتاج الصفة، حيث يعبر كل أليل عن نمطه الظاهري فتظهر صفة الأبوين معا عند الفرد متخالف اللواقح. ونؤكد مرة أخرى أن أفراد متخالف اللواقح تتمثل بأبناء الجيل الأول.
الأمثلة عن الرجحان مشتركة عديدة، في منها عند الإنسان وفي منها عند الحيوانات وفي منها عند النباتات. نحن رح ندرس اليوم مثال الكتاب هو لون الأزهار في نبات الكاميليا. نبات الكاميليا هو من نباتات الزهرية، ألوان أزهاره زاهية جدا، عزلت سلالتين صافيتين، الأولى ذات أزهار حمراء يرمز لها آر كبيرة، والأخرى بيضاء آر صغيرة، والسلالتين طبعا كما أكدنا صافيتين. أجرينا بين السلالتين عملية التأبير الخلطي، والواضح للطالب تأبير الخلطي أنه قطعنا أزدية أحد السلالتين ونقلنا حبات الطلع من السلالة الأخرى، فكان الجيل الأول جميعه أزهاره بألوان مختلطة حمراء وبيضاء، أي بمعنى آخر لم يحدث رجحان تام لأحد الصفتين على الأخرى، ولم يتفاعلان، بل عبرت كل صفة عن نفسها فظهرت الصفتين بشكل مختلط. ما نمط الهجون هنا؟ نقول رجحان مشترك أو متساوي. التفسير: لأن أفراد الجيل الأول تحمل صفة الأبوين معا. التحليل الوراثي: النمط الظاهر للأبوين حمراء ضرب بيضاء، حمراء آر كبيرة آر كبيرة، وبيضاء دبليو كبيرة دبليو كبيرة. طبعا هون بنلاحظ انه ما في قليل كبير وصغير، ربما اخطأنا بالترميز، ما في قليل كبير وصغير، اثنين بيكونوا من نفس الدرجة، السبب انه ما في رجحان. احتمالات الاعراس: واحد على واحد آر كبيرة، واحد على واحد دبليو كبيرة. النمط الوراثي لأبناء الجيل الأول F1 واحد على واحد W كبيرة R كبيرة. النمط الظاهر لأبناء الجيل الأول 100% الأزهار تحمل صفتين معا، مختلطة حمراء وبيضاء. ننتقل لاستخراج الجيل، استخراج الجيل الثاني بتزاوج أفراد الجيل الأول مختلطة مختلطة W كبير R كبير W كبير R كبير. الأعراس: نص W كبيرة زائد نص R كبيرة ضرب نص W كبيرة زائد نص R كبيرة. النمط الوراثي للأبناء في الجيل الثاني جدال قوسين نشرون ربع W كبيرة W كبيرة زائد ربع W كبيرة R كبيرة زائد ربع W كبيرة R كبيرة زائد ربع R كبيرة R كبيرة. النمط الظاهر الأبناء في الجيل الثاني تنزل ربع أزهار حمراء ربع مختلطة ربع مختلطة وربع أزهار بيضاء. منلاحظ نفس النقاش ناقشناه بالفقرة السابقة، أن من أصل أربع احتمالات طلعت واحد بيضاء،
وواحد حمراء واثنين مختلطة. النسبة تكتب 1-2-1، أي هنا أيضا تعدلت النسبة عن النسبة المندلية 3-1 لأن الرجحان مشترك. أيضا هناك تمرين آخر في الكتاب عن نبات قرع الزينة وراثة لون القشور في نبات قرع الزينة، أيضا سيدرس لاحقا في حل التمارين. بتمنى أن أكون وصلت فكرة الرجحان الغير تام والمشترك للطالب. بقي فقط كلمة أخيرة، أن لو توقفنا عند فكرة ما أنواع الرجحان إذن بين الصفات، يستطيع الطالب أن يلخص أن هناك 3 أنواع من الرجحان: الرجحان التام، والرجحان غير التام، والرجحان المشترك. ونستطيع أن نميز بين كل نوع من هذه الأنواع 3 بالأفراد متخالفة اللواقح بشكل سريع. الرجحان التام يحمل الفرد متخالف اللواقح صفة أحد الأبوين وهي الصفة الراجحة. في الرجحان غير التام يحمل الفرد متخالف اللواقح نمط ظاهري جديد يختلف عن الأبوين، بينما في الرجحان المشترك الفرد متخالف اللواقح يحمل صفة الأبوين معا. بتمنى نكون قدمت الفائدة لكم في درس اليوم إن شاء الله.